نعم نعم إنه ليوم خالد في تاريخنا. ويواصل رئيس مجلس الثورة قائلا: هذا اليوم الذي عاد فيه رفاة البطل العظيم الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري إلى جزائره الحبيبة إليه العزيزة عليه، إلى جزائره التي كافح من أجلها طوال 17 سنة متواصلة، جزائره التي ظلت فيها روحه الفياضة بالمعاني السامية والمثل العليا ترفرف في أرجائها وتلهب شعبها حماسا وإقداما في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتادين. إنه ليوم عظيم، يوم يعود فيه الأمير إلى هذه الأرض التي ولد بها وترعرع فيها وناضل فوق ترابها وجاهد من أجل مجدها وكيانها، وحاول جاهدا مدة 17 سنة إثبات كيانها وطرد الدخيل الأجنبي من ديارها. إن روح الأمير عبد القادر لم تبرح أرض الوطن منذ اليوم الأول من ثورته، وظل البطل رمزا للشخصية الجزائرية التي استماتت في الدفاع عن حقها من الحرية والسيادة وعن خصائصها ووجودها الكامل، والتي آلت على نفسها أن تلتزم بالخط الثوري حتى تكتب النصر وتحقق كل المعاني الاستقلال. وفي نشوة النصر لم ينس الشعب الجزائري أبطاله الخالدين الذين شقوا طريق الكفاح وقدموا تضحيات عظيمة. لم ينس الأمير عبد القادر الذي يحتفل بعودته، بعودة رفاته إلى أرض الوطن. لم ينس الشعب الجزائري بطله العظيم، وفي سيدي قادة بالقرب من معسكرة لا زالت ذكراه تعاشر الأماكن التي ترعرع فيها. وفي هذا الغار كان يمكث الطفل البكور ساعات طويلة، كان يتأمل ويدرس ويتعلم كل ما أمكن تعلمه في زاوية القدرية التي كان يديرها والده محيي الدين. وفي جو التأمل والاستجهان الشاب عبد القادر يقضي أيامه في العبادة وفي التعلم. كان يطمح أن يكون عالما، لكن الحوادث حطمت طموحه وأحلامه، فاهتم باكرا بعتق بلاده من الاحتلال التركي، فغادر مسقط رأسه وضرب الحصار على مدينة تلمسان، فحررها ورفقائه ونصب إدارة ناشئة من أهلها. ولما غارت الجيوش الاستعمارية على الجزائر جمع عبد القادر 3500 من فرسانه في معسكرة البايلك. وفي يوم من أيام نوفمبر 1832 نادى الشعب بعبد القادر أمير وقائد. نعم، قبل عرضها في المتاحف كتبت هذه الأسلحة التاريخ: سينظم الشاب الجيش ويدعم السلطة حتى يعترف له العدو بها ويوقع معه اتفاق الطافنة، لكن لا من شأن العدو أن يحترم العهود، وستتكرر مثل هذه الخيانات عبر تاريخ مقاومتنا. يخون العدو الاتفاق ويخوض عبد القادر ورفقائه المعركة من جديد، فتعم الحرب تراب الوطن. إنا لا نخون العهود لكننا لا نرفض القتال، هذا ما كان يكتبه الأمير لشارل فالي قبل استئناف الجهاد. لكن العدو أعد جيشا يجاوز 100 جندي بعتادهم الثقيل، وخاض الشعب إلى جانب بطله المعارك الطاحنة، كثرت الجراح
وعملت الجيوش الغازية على إحراق القرى وتخريب المدن وتحطيم نفسية الشعب. واستسلم الأمير أمام هذه البربرية متأملا بفعله إنقاذ الأهالي الأرياء من الذبح والقتل. وفي يوم كئيب من أيام ديسمبر 1847 في مرسى الغزوات، أخذ الأمير طريق المنفى، لكن عوض الإسكندرية حيث وعد الفرنسيون بإنقاله وقفت الباخرة بميناء تولون، وهذه مرة أخرى ينقضون الفرنسيون فيها وعودهم، وسيبقى الأمير أسيرا بفرنسا سنوات عديدة. وبعد مروره بمدينة بو سيكون قصر أمبواز إطار وحدته وحزنه ولوعته. وأطلق سراح الأمير في سنة 1853، فتوجه نحو بروسة وغادرها بعد سنتين، فسكن بدمشق. ومن بلاد الشام وطنه الثاني وصل البطل تأييدة للمقاومة الشعبية التي لم تنتهي بالجزائر. ومات الأمير في سنة 1883 وهو متيقنا أنه سيأتي اليوم الذي يرجع فيه أبناء الشعب البطل سيادة بلادهم. أليس هو الذي كان يكتب لبيجو قائلا: إن هذه الأرض أرض عربية، وما أنتم إلا مارين بها، ولو دامت إقامتكم 3 قرون لابد أن تذهبوا منها يوم. اليوم وقد ظهر الحق، وبلسان الأخ الأتاسي رئيس الجمهورية السورية، يقدر الشعب العربي الأمير عبد القادر. إليك أيها الأمير السائر تحية جماهير الأمة العربية بأسرها، إليك تقديرها وعرفانها لما بذلت من تضحيات، ولما قمت وما جسدت من آلام الأمة العربية ومن مسرها. إننا إذ نقدرك اليوم وتقدرك كل الجماهير العربية، فإنما تقدر المسل التي ناضلت من أجلها، وتقدر المسل التي أبيت إلا أن تغرسها وترفع لوائها. لقد رفعت لواء النضال ضد الاستعمار، وبقيت الراية مرفوعة تأخذها يد من يد، وينقلها جيل إلى جيل، حتى تحققت أول أهدافك التي ناضلت من أجلها، حتى تحققت حرية وطنك، حتى تحققت حرية الجزائر، حتى غلت الجزائر أرضا حرة عربية. وبعد تقدير الشعوب العربية، ها هو الشعب الجزائري بلسان رئيس مجلس الثورة يقدر البطل. إلى جزائره الحبيبة، إليه العزيزة عليه، إلى جزائره التي كافح من أجلها طوال 17 سنة متواصلة، جزائره التي ظلت فيها روحه الفياضة معاني السامية والمثل العليا ترفرف في أرجائها وتلهب شعبها حمقداما في الدفاع عن الحق ورد العدوان والمعتدين. ولم تزل تمد المكافحين والمناضلين فيها بالحزم في التضحية والعمل على استرداد الأرض المنهوبة والعزة المسلوبة، إلى أن تحقق هدفه وانتصر مبدأه والسعادة الجزائر سيادتها واستقلالها. نعم، إنه ليوم مشهود، هذا اليوم الذي يرجع فيه الأمير رجوع القائد المظفر، ويعود فيه الرائد العظيم منصورا بعد أن خرج مقهورا ولم تقهره الدولة الغاصبة بجنودها بقدر ما غلبته بنكث العهود يستسلم لها، حتى سلمه أصدقاؤه وتنكر له إخوان له.